المجتمع الوقاية من الفساد في المؤسسات المالية برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود الثاني محافظ مصرف قطر المركزي وبحضور العديد من مسؤولي البنوك والشركات. نعم، وهذا المؤتمر تنظمه شركة بيريز للاستشارات في قطر بالتعاون مع المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ورشة العمل قامت تحت رعاية الشيخ عبد الله بن سعود الثاني محافظ قطر المركزي، ونودي أنا من هذا المكان أن أشكره شخصيا وأشكر من اللي أيد هذه الفكرة من سعادة الشيوخ والمدراء مصرف قطر المركزي. الفكرة جاءت من هذه أصلا كثر الفساد في العالم. إحنا كشركة برزيت للاستشارات وموقعها في دولة قطر خاطبنا المركز الأمريكي لمكافحة الفساد، ومن هذه الفكرة أن نقيم فرع لها هنا في قطر، وأن على هذا الأساس نعطي دورات أو ورشب حق المدراء أو ناس أصحاب قرار في الحكومات أو في المؤسسات أو شبه المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية، بيأخذوا هذه الدورات اللي تساعدهم تقيهم من الاحتيال والفساد، مثل يقول لك الوغاية خير من العلاج. لما يحدث الفساد يكون الموضوع يعني متأخر وصعب حله، لكن نعطي الشخص قوة ومعرفة كيف يقي نفسه ويقي مؤسسته من هذا الاحتيال والفساد. الحمد لله دولة قطر مهتمة في هذه الأمور، مثل ما شفنا احنا الحضور كان جيد من المدراء والمؤسسات في الدولة والبنوك القطرية. هذا شيء طبعا مهم لازم يكون موجود في أي دولة، مثل ما شفت المدير المعهد الأمريكي بعض الدول انهارت. احنا طبعا هذه الفكرة جات ان احنا كيف نحمي الناس وكيف نقي الناس ونعطيهم بعض الافكار اللي تحميهم من الاحتيال والفساد. اهم شيء احنا نعطي شهادات علمية مع التعاون طبعا مع المعهد الامريكي لمكافحة الفساد. في عندنا ووركشوب لمدة 3 ايام، هذه 3 ايام في ناس سجلوا ما شاء الله عدد كثير، بتكون هذه الناس راح تعرف كيف تقي نفس أو تقي المؤسسات أو شركات أو سواء كانت حكومية أو شبه حكومية من الفساد والاحتيال في الأمور المالية. الله يبعد عنا الفساد إن شاء الله. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. برعاية سعادة الدكتور حمد.